بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين وأصلي وأسلم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إلى يوم الدين. لازلنا مع تلاميذ الثانية متوسط الفصل الأول. عندنا مراجعة شاملة للفصل الأول لتلاميذ الثانية متوسط في مادة التاريخ. سؤال أول: عرف الوثيقة التاريخية. الوثيقة التاريخية هي مجموعة من المستندات المواكبة لتاريخ، وهي المصدر الأساسي الذي يعتمد عليه الباحث في التاريخ. ما هي خطوات دراسة الوثيقة التاريخية؟ أولا التقديم، نكتب به عن المكان والزمن وطبيعة الوثيقة والفكرة العامة. التحليل، يجب فهم مصطلحات الوثيقة من خلال أدوات خاصة بالباحث لتحليل مضمونها وشرحها وتفصيلها. الخاتمة هو تقييم نهائي للوثيقة ومدى صلاحيتها والإضافة التي يمكن أن تقدمها. ما هي أهمية الوثيقة التاريخية؟ أهمية الوثيقة التاريخية حفظ التاريخ والتراث، تسهيل الدراسة على الباحثين. طيب، قم بدراسة الوثيقة التاريخية الخاصة بصحيفة المدينة. يمكن أن يأتي هذا السؤال بأي صيغة. خطوات محددة أو وضعية إدماجية. الخطوات: أولا التقديم، الزمن السنة الأولى للهجرة، المكان المدينة المنورة، طبيعتها الدستور أو دستورية، فكرة العامة، تنظيم العلاقات بين جميع الطوائف والجماعة الموجودة في المدينة. التحليل، إثبات حق لكل الطوائف، إقامة الدفاع المشترك على المدينة من خلال تحديد مفهوم الأمة، تحديد إقليم الدولة، فرض الحريات وحقوق الإنسان، تحقيق مبدأ العدل والمساواة بين الحقوق والواجبات. الخاتمة، بوضع هذا الدستور أصبحت المدينة المنورة دولة ورئيسها محمد صلى الله عليه وسلم والمرجعية العليا للشريعة الإسلامية. ما هو الاسم الثاني لصحيفة المدينة؟ دستور المدينة. أذكر أسماء الطوائف الموجودة بالمدينة المنورة: المهاجرون والأنصار، لهم الأوس والخزرج، وكين اليهود. كانت اليهود موجودة في المدينة. كيف كانت أوضاع شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام؟ صحاري شاسعة، تعدد الأديان والآلهة وخاصة الوثنية، حرب وعداء دائم بين القبائل. أذكر أسباب هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم: آذن الله تبارك وتعالى له بالهجرة، نشر الدعوة ونشر الإسلام، بناء الأمة، مبايعة الأوس والخزرج للرسول صلى الله عليه وسلم، الاضطهاد الذي تعرض له الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أذكر أهم النتائج التي نتجت عن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم: بناء المسجد النبوي، المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، تغير اسم يثرب إلى المدينة المنورة، بدء التاريخ الإسلامي اللي هو التاريخ الهجري. ما هي أسس بناء الدولة الإسلامية؟ بناء المسجد، المؤاخاة بين الأوس والخزرج، دستور المدينة. من أين تتكون مصادر الحكم في المدينة المنورة؟ القرآن الكريم والشورى بين الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. ما هي أبرز مظاهر الدولة الإسلامية؟ المظهر الاجتماعي، تحرير الرقيق والعبيد، تحريم الخمر والموبقات، وتكريم النساء. مظهر الاجتماعي، الحث على العمل وكسب الحلال والحق في امتلاك الثروة. مظهر العسكري، إقامة جيش بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم. أذكر آخر أعمال الرسول صلى الله عليه وسلم: القيام بحجة الوداع واللقاء، خطبة الوداع، وقد أشهد الناس بأنه قد بلغهم الرسالة. كيف تم اختيار أول خليفة ومن هو؟ اجتمع كبار الأنصار والمهاجرين في سقيفة بني ساعدة، ومن خلاله تم انتخاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه أول خليفة للمسلمين. أبرز أهم التطورات السياسية في عهد الخلافة الراشدة: أبو بكر الصديق ما بين 11 و13 هجري أول خليفة، حارب المرتدين عن الإسلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ونشر الإسلام خارج شبه الجزيرة العربية. عمر بن الخطاب من 13-24 هجري، لقب بأبي المؤمنين، سمي عصره بالعصر الذهبي، واصل نشر الإسلام، فتح الأمصار، أحدث تنظيمات إدارية هامة في الدولة الإسلامية. عثمان بن عفان ما بين 24-35 هجري، استمر في الفتح الإسلامي، جمع القرآن، أهم عمل قام به عثمان جمع القرآن، أنشأ أول أسطول إسلامي. علي بن أبي طالب ما بين 35-40 هجري، لقب بالإمام، اتخذ من الكوفة عاصمة له،
حدوث فتنة كبيرة خلالها تعطل الفتح، فتوحة الإسلامية تعطلت في عهد علي، ظهور الفتن الدينية والفرق كالخوارج والشيعة. أذكر أهم تطورات نظام الخلافة بعد الخلافة الراشدة، بعد الخلفاء الأربعة. انتهاء الخلافة الراشدة التي كانت تعتمد على الشورى في اختيار خليفتها وأصبح نظام وراثي ولا وراثي. الخلافة الأموية من 41 إلى 132 هجري، معاوية بن أبي سفيان، عبد الملك بن مروان، هذه أشهر ملوكها. النتائج: سك النقود، بلوغ الفتوحات أوجها. الدولة الخلافة العباسية، أشهر ملوكها أبو العباس، أبو جعفر المنصور، هارون الرشيد والمتوكل. نتائج: أزهى العصور ثقافة وعمرانا، وتعد بغداد وقتها من أبرز حواضر العالم. أذكر أهم التطورات التي طرأت على الدولة الإسلامية في المجال الإداري. النظام المالي، إنشاء بيت المال وتتمثل في الزكاة، الخراج، الجزية، الفيء والشغور والغنيمة. النظام القضاء، أحدث نظام القضاء، نظام المظالم من قبل الأمويين، وتعيين قاضي القضاة من قبل العباسيين. الحسبة، أحدثه عمر بن الخطاب، وهو عبارة عن مراقبة الأسعار وقمع الغش، واستمر وتطور خلال بقية الخلافات. الشرطة، أحدثت في عهد عمر بن الخطاب وزادت أهميتها وتطورت في بقية الخلافات في النظر للجرائم والجنايات. في الأخير بارك الله فيكم، لا تبخلوا علينا بإعجاب وجيم للفيديو، كذلك الاشتراك في القناة، ولا تنسونا بدعوة صادقة من قلوبكم. بارك الله لي ولكم، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.